السلام عليكم البنات، كنتمنى تكون ان شاء الله بألف خير. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديد على القناة سليمان شانيل. ما تنسوش البنات الاشتراك في القناة، ولا كنتي اول مرة غادي تدخلي القناة اشتركي في القناة وضغطي على زر اعجاب بطبيعة الحال الا عجبتك لا فيديو. وان شاء الله كنتمنى نكون دائما على حسن ظنكم ونكون دائما نفيدكم بما فيه هو منفعة للجميع. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد في القناه، غادي نهضر لكم على احسن الاي لاينرات ولا لي زاي لاينر اللي استعملتهم، وان شاء الله من بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش توضعوا اي لاينر بطريقه سهله للمبتدئات، وكذلك حنا كنا مبتدئات وكذلك احسن الناس اللي كيكونوا كيعرفوا يصوبوا الاي لاينر. بعض المرات راه ما كيصدقش، ضروري خاص التمرين والتمرين والتمرين. ما تنساوش البنات الاشتراك كما قلت لكم. دونك انا ندير لكم على ثلاثه ديال لي لاينر اللي مجرباهم ومجرباهم ومجرباهم. انا ما يمكنش ليا تقريبا ما يمكنش ليا نخرج بلا ما ندير اي لاينر. كنحس براسي واخا ندير اللي درس كنحس ضروري الاي لاينر كيزيد واحد اللمسه راقيه، واحد اللمسه راقيه، واحد اللمسه جميله على المكياج. لذلك انا دائما كنشري وكنعاود نشري وكنعاود نشري لي زاي لاينر تكلقى اللي ينفع ليا بثمن رخيص. هاد الاي لاينر اللي غادي نهضر لك عليهم عليهم كلهم اقل من 100 درهم، يعني بودجي اللي غادي يقدروا كاع البنات يشريوه وكاع الناس يقدروا يكون في المتناول ديالهم. اول اي لاينر اللي غادي نهضر لكم عليه هو اول اي لاينر اللي استعملته من البدايه ديالي وانا كنت كندير المكياج، اللي هو اي لاينر ايسونس. بالنسبه للمبتدئات كنقول لكم دائما الى رجعتوا للفيديوهات اللي كنهضر معكم على المكياج، كنقول لكم دائما بالنسبه للمبتدئات ياخذوا مكياج اللي يكون رخيص الثمن باش يبقاو يبتلو وكذلك باش ما يتسموش ضيعوا فلوسهم وهما ما كيعرفوش يديروا مكياج حتى يتمرنوا مزيان، وديك الساعه ياخذوا مكياج بثمن غالي على حسب المستطاع. بالنسبه لهذا الاي لاينر ليكيد انك، هذا ديال الماركه ايسونس، هذا احسن اي لاينر اللي نقدر نقول لكم بثمن رخيص. الثمن ديالو كيدير 35 درهم، وبالنسبه للايسونس راه كيكونوا في اماكن عندهم لي الماكياج، كيكونوا عند هادو دي ستور اللي هما كيبيعوا ايسونس. دونك على حسب المدينه، بالنسبه لهذا شريته انا من مدينه سلا، بالنسبه لبنات ديال سلا مرجان ديال حي كريمه كيبيعوا فيه منتجات ايسونس، وكذلك بالنسبه للناس ديال اكادير غادي تلقاو في مرجان ديال ان زكان غادي تلقاو فيه منتجات ايسونس. هاد الاي لاينر هاد البنات كنت كنعوم به في لابيسين، وهو واتر بروف، يعني واخا تعومي به في لابيسين ما كيتزعزعش من بلاصتو، وهو على هذا الشكل كما كتشوفوا الشكل ديالو. ريشه يعني كيجي صعيب في لابليكاسيون، ولكن مع التمرين هو فيه تبارك الله كميه وافره، فيه كميه كبيره. دابا صافي 2 هو عندي وعاد سال هاد الايام شويه، بقى فيه شويه مي ما كنستعملوش دابا حاليا. زوين بزاف، الا طاح في يدي غادي نعاود نشريه. احسن لي زاي لاينر اللي جربتهم كما قلت لكم في البدايات ديالي، في بدايه باش بديت كندير المكياج كنت خديت هذا النوع هذا ديال ايسونس وعجبني، وسورتو مي زادو فيه هاد الخاصيه ديال واتر بروف، زاد عجبني لانه ما كيتزعزعش واخا كتقيسيه بالماء واخا تدوشي كيبقى لاصق. وكذلك في الصيف الا في الصيف كذلك بالنسبه للعرق وداكشي كيبقى لاصق في بلاصتو، كيعجبني بزاف وكنغادي نعاود نشريه ضروري لانه رائع ثم رائع. غادي ندوز لكم اي لاينر واحد اخر اللي هو هذا ام ان ديناميك، هذا خديته من عند مول المكياج بثمن ديال 20 درهم. كيجي هكا بستيلو، صراحه انا ما كنصحكمش بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا اي لاينر بزاف، ما كنصحكمش انكم تستعملوا ديال ستيلو، وكذلك ما كيعجبنيش اللي كيصبني في لي زاي لاينر كلكو زاي لاينر تيكونوا ماشي لو تري ديالهم ماشي كحل 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 بارابور ديال الايسونس، كحل بزاف بحال هكا تيجي بحال دغيا بدا كينشف،
ما زوينش. هو اللي زوين فيه هذا انه حتى هو بحال الاخر، واخا تغسلي واخا ما عرفتش شنو كديري. وبعض المرات واحد المره فاش كنت شريته درتو غسلت الماء يعني، وبقات لي هذاك داك لي سواتش اللي درتهم. دونك هذا كيجي بحال هكا، اللي كيبغيو الناس مكياج خفيف وكيما قلت لكم مبتدئات يخرج حاجه رخيصه، هذا الثمن ديالو ب 20 درهم. صراحه انا ما عجبنيش لانه ماشي كحل بزاف، هو رخيص في الثمن وسهل في لابليكاسيون. والمشكله ديالو انه كينشف دغيا، دابا راه بدا كينشف ليا. شريته تقريبا دابا شي شهر 7 وقيله وهو عندي، كيجي بحال هكا. وانا اصلا جو سوي با فان هادو ديال الريشه، ما كيعجبونيش ديال هادو ديال لي ستيلو بلوتو، ما كيعجبونيش هادو ديال لي ستيلو. ما عطيت هذا فرصه، والصراحه هانتوما راه ما كيتزولش نهائيا. ها شفتو بقى لاصق، هو زوين صراحه زوين، ولكن انا كيعجبني هذوك اللي تيكونوا كحلين، كيكون كتكون هذا ملي كديريه كيكون كحل بحال ديال الاسانس، كيعجبوني. بالنسبه للثمن ديال هذا كما قلت لكم 20 درهم من عند امالي المكياج. غادي ندوز لكم دابا ان اوتر ايلاينر، هذا اللي عاد خديته تقريبا هذه شي سيمانه هذه باش خديته واستعملته. هذا ديال فلورماغ بريتي، هذا واحد الماركه اللي هو فرع من فلورماغ، كتباع في مرجان، غتلقاوها في مرجان وتلقاوها كذلك تجيبوها بعض المرات في بيم، وكذلك عند مالي المكياج تلقاوها. خديت انا هذا اللي مات، هو اللي درت به كما وريت كما غادي نوريكم ان شاء الله في الفيديو، هو اللي درت به العينين ديالي. وانتم كما كتشوفوا تيجي رائع وكحل كحل كحل بزاف. كيجي بحال هكا كيفكرني بزاف ديال ميبلين مات انك، هذا كذلك مسمينو مات ديب لاينر، ديب لاينر هذا، ولكن ديال ميبلين مسمينو بحال هكا الميم باكاجينغ نفسه. انا فاش شفته جاني بحالو، غير هو ديال ميبلين كيدير ب 70 درهم 75 درهم هكاك. حتى هو كنت ديجا استعملته، غادي نخلي لكم الصوره ديالو هنايا، نخليها لكم هنايا. تا هو ديجا استعملته رائع رائع رائع، وما كينشفش دغيا، كيبقى مده طويله. كذلك هذا زوين بزاف، تا هو فيه نفس الخاصيه، غير هذا الثمن ديالو 48 درهم والاخر داير 75 درهم. وهذا صراحه عجبني بزاف، هو ديال اسانس وهذاك ديال ميبلين، بالنسبه ليا هما احسن ديزاينر ا بوتي بري، بثمن رخيص وباقل من 100 درهم وزوين بزاف. كما قلت لكم البلايص اللي تقدروا تلقاو فيهم هذوك لي زايلاينر، صراحه هادو ما احسن لي زايلاينر اللي جربت وعجبوني، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. كنبغيكم بزاف، يلا بروشين ان شاء الله. السلام عليكم. معكم هاد الايلاينر هذا ديال بريتي، يلا قلت لكم خديته. كيجي هكا، دونك غادي نديروا على هاد العين هذا، قلت لكم تبعوا معايا. غندير نشوف انا فواحد المرايا حدايا وغادي نوريكم. كنتمنى تكونوا كتشوفوا. دونك اول حاجه كنديروا بعدا يدينا هكا ياك، وكنركزوا على العين هكا. احنا درنا واحد الخطيط خفيف، من بعد غادي ندير هذيك الفاصيله اولا لا فيركول بحال هكا. ثاني خطوه غادي نبدا نجرب شويه بشويه من العين لهذيك الفصيله اللي درت هكا، او ثاني غادي نعاود نزر هكا. او ثاني غادي نعاود نزر حتى الراس ديال العين. الا حسيتو براسكم عييتو كتحيدو اليدين ديالكم وكتعاودو ترجعو. بهذه الطريقه كنكونو درنا الخط ديال الايلاينر ديالنا. يمكن لكم تلعبو به كيما بغيتو، بغيتو تكبروه، بغيتو تزيدو تغلضوه هكا.
كيبقى الايلاينر ديالي مزيان. بالنسبه لهنا في هذه العين هذه في الديبيو ديال العين كندير انا واحد الطريقه اللي هكا ديجا وريت عليكم في واحد الفيديو باش كيزيد يوسع العين هانتوما كيما كتشوفوا. هكا هاد الطريقه هادي شفتوا الطريقه بحال هاد الشكل.